فكرة فقط تراود، حلم فقط عايش، كلمة واحدة تقال: ألا سوية يا زعيم. وصلوا ولكن من العين لم يشربوا. اليوم بروح الأبطال التي حسمها الأسطورة صالح النعيمة، بيد على كأس وبأخرى بقوة على قلب، من لقطة صالح عرفت أن الهلال يحدث ما سيحدث لن يبخل بقطرة، بل مستعد لأن يكون الدم الرياضي بدل العرق والعطاء بدون حساب. من أجل كأس تمنعت كثيرا على زعيم، وإني أرى كأسا يانعة وقد حان قطافها وإني لخاطفها. فورسا جرينتا